ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب صف رابع في مدارس المز الأهلية، حياكم الله في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع، الدرس الخامس من الفصل التاسع. في هذا الدرس سنكمل ما بدأناه في الفصل التاسع عن الوحدات المترية، هذه الوحدات التي نستعملها في حياتنا اليومية ولا غنى لنا عنها أبداً أبداً في جميع مجالات الحياة. لقد تعرفنا في دروسنا السابقة في بداية الفصل التاسع في الدرس الثالث والثاني على وحدات الطول المترية التي تستعمل في قياس أطوال الأشياء والمسافات، وأن أهم وحدات الطول المترية هي الكيلومتر اختصاراً كاف لام ميم، المتر ميم، السنتيمتر سين ميم، المليمتر ميم لام ميم. كما تعرفنا في درس سابق على وحدات السعة التي نستعملها في قياس كميات السوائل، العصائر، الحليب، وتعرفنا على أهم تلك الوحدات وهي اللتر لام والمليلتر ميم لام. وفي درسنا اليوم سنتعرف على وحدة قياس الكتلة أو أهم وحدات قياس الكتلة، أن هناك وحدات كثيرة تستعمل في قياس الكتلة، لكن نحن اليوم سنتعرف على أهم هذه الوحدات أو الوحدات المستعملة في حياتنا اليومية والتي تصادفنا أينما ذهبنا في الأسواق، في محلات الخضار، في محلات الفواكه. لنتعرف في البداية على تعريف الكتلة، أي ما هي الكتلة، ما هي كتلة الشيء. طبعا كتلة الشيء هي مقدار ما يحتويه من مادة، هي مقدار ما يحتويه من مادة. من عيد، كتلة الشيء هي مقدار ما يحتويه من مادة، والكتلة تقاس بشيء بالميزان ذو الكفتين. الكتلة تقاس في الميزان، أداة قياسها هو الميزان ذو الكفتين. لكن كلنا نعلم اليوم في مع التطور الذي حدث ونواكبه جميعا، هناك موازين رقمية متوافرة ونراها جميعا في جميع المحال والأسواق، كذلك تستخدم اليوم لقياس الكتلة. والأهم وحدات قياس الكتلة وهذا الذي سنتعرف عليه هو لنتعرف على أقدر الكتلة وقيسها. طبعا يجب علينا أن نتعرف على الوحدات الأساسية أو الوحدات الأهم في قياس الكتلة، وهي وحدتين. الوحدة الأولى وهي الجرام، الوحدة الأولى الجرام. الجرام أبنائي الطلاب ما يعدل وزن تقريبا غطاء قلم خفيف. الجرام أبنائي الطلاب تقريبا هو وزن أو كتلة قلم خفيف، على غطاء قلم خفيف، كتلة غطاء قلم خفيف، هذا يعدل تقريبا 1 جرام. أما بالنسبة للكيلو جرام، فالكيلو جرام تقريبا أبنائي الطلاب هو عبارة عن كتلة 6 تفاحات متوسطة الحجم، 6 تفاحات متوسطة الحجم. فالكتلة الواحد كيلو جرام يعدل كتلة 6 تفاحات متوسطة الحجم تقريبا. وفي درسنا اليوم نحن بس بدنا نتعرف كيف يمكننا أن نقدر الكتلة أو نحدد الوحدة الأنسب لقياس الكتلة، الجرام أم الكيلو جرام. وكما ذكرنا في بداية الحصة فإن هناك وحدات أخرى كثيرة تستعمل في قياس الكتلة، لكن نحن نتعامل مع الوحدات الأهم التي نستعملها نحن في حياتنا اليومية. فهناك وحدات أكثر أو أكبر من الكيلو جرام، وهناك وحدات أصغر من الكيلو جرام. والآن ننتقل إلى بعض الأمثلة عن تقدير أو ما هي الوحدة الأفضل المستخدمة في تقدير كتلتها. فعلى سبيل المثال مثلا لو تطرقنا إلى كتلة القلم أبناء الطلاب، فلو قلنا كتلة القلم الآن على أي طالب سألنا أي واحد أبناء الطلاب أن كتلة القلم هي هل تعدل 20 جرام أم 20 كيلو جرام؟ 20 جرام يعني 20 بمعدل كتلة 20 حبة من الغطاء. طبعا الجواب هنا كتلة القلم تقدر بالجرام وتعدل 20 جرام. مثال ثاني لو انتقلنا إلى الجوال، مثلا لو أنا سألت أحد أبناء الطلاب بماذا يمكن أن نقدر كتلة الجوال، بالجرام أم بالكيلو جرام؟ دائما هل يقدر ب 100 كيلو جرام أم ب 100 جرام؟ هل يقدر ب 150 جرام أو 150 كيلو جرام؟ طبعا 150 كيلو جرام مقدار كبير ولا يمكن حمله باليد، لهالسبب مباشرة يكون الجواب
الجوال تقدر كتلة الجوال ب 150 جرام. مثلا لو سألت أبنائنا الطلاب مثال آخر عن كتلة اللابتوب، فمثلا كتلة اللابتوب هل هي 3 كيلو جرام أم 3 جرام؟ طبعا 3 جرام يعني 3 أغطية، وهذا الأمر مستحيل، مستحيل على أبنائنا، مستحيل يكون وزن لابتوب في هذا الحجم 3 جرام. فمعناها الإجابة الصحيحة هي عبارة عن 3 كيلو جرام تقريبا هو وزن، هو وزن اللابتوب، هو وزن اللابتوب. وفي نهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله نعطيكم سؤال لكم للتفكير فيه أبناء الطلاب، والسؤال لكم موجه أنتم تحبوا تجاوبون عليه. السؤال هو: ما هو الأكثر، 1 كيلو جرام من القطن أم 1 كيلو جرام من الحديد؟ ما هو الأكثر، 1 كيلو جرام من القطن أم 1 كيلو جرام من الحديد؟ وأتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما هو مفيد لنا ولكم، على أمل اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.